مرحبا بكم من جديد. وفي أول الأخبار، بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة الممثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميرية رقم 96 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة. نص المرسوم على أن ينشأ في الإمارة مجمع للغة العربية يسمى مجمع اللغة العربية بالشرقة، يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أغراضه، ويكون المقر الرئيس للمجمع في مدينة الشرقة، ويجوز بقرار من صاحب السمو حاكم الشرقة إنشاء فروع له خارجها. تعتبر أموال المجمع أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها. يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم معرض عون السند الذي يقام ضمن مبادرات الجامعة القاسمية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة تزامنا مع اليوم العالمي للشرطة. واستمع السمو خلال جولته في المعرض من القائمين عليه إلى شرح حول آخر التقنيات والأبحاث التي تستخدمها وتقوم بها الإدارات الشرطية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في تنفيذ مهامها وأعمالها الشرطية والأمنية. وتابع سموه عرضا لفرقة الشرطة الموسيقية تخللها عرض للمركبات الشرطية المستخدمة في المختلفة إداراتها التي من خلالها تقدم خدمتها لمختلف شرائح المجتمع. كما وشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بمسرح الجامعة القاسمية انطلاقة احتفالية المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج باليوم العالمي للغة العربية، والتي تقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعة القاسمية وجمعية حماية اللغة العربية. أعلن سموه خلال الاحتفالية عن إصدار مرسوم أميري بشأن إنشاء وتنظيم مجمع اللغة العربية في إمارة الشارقة، وقال سموه في كلمة له أنها مناسبة سعيدة أن يكون فيها إصدار المرسوم الأميري بإنشاء مجمع للغة العربية في الشارقة، ولا يكون هذا المجمع فاعلا بنفسه نظرا لما يحيط به من تغريب في مختلف المجالات، فهذا المجمع سيكون عونا للمجامع الأخرى في جميع أقطار البلدان العربية وحتى خارج الأوطان، وكذلك إلى جانب هذا الواجب الملقى على عاتقنا بإنشاء مجمع للغة العربية فقد تكفلنا بإصدار القاموس التاريخي، حيث أن هذا المشروع يحتاج جهداً مكثفاً فكري ولغوي ومادي، والآخرون ليس لديهم الإمكانيات التي تقدرهم من القيام بذلك. فعند انضمامي مؤخراً لعضوية مجمع اللغة العربية في القاهرة أعلنت عن مسؤوليتي في إصدار هذا القاموس التاريخي. هذا وتلقى سموه في ختام الحفل درعاً تذكارياً على تفضله بحضور ورعاية هذه الاحتفالية السنوية ولدعمه الدائم لأنشطة وبرامج المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج ومساندته الكبيرة للغة العربية والقائمين عليها. كما وتفقد سموه المعارض المقامة على هامش الاحتفالية ممثلة في معرض الكتاب ومعرض أفضل الممارسات الطلابية في القراءة ومعرض المخطوطات الإسلامية ومعرض نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة واسم الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر.
بعث صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما بعث سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر. بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما وبعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر. كما وبعث صاحب سمو الشيخ سعود بن راشد لمعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوين برقية تهنئة إلى صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. هذا وبعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد لمعلى ولي عهد أم القوين برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر. بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. كما وبعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو أمير دولة قطر. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله والدة علي حسن سعيد لحى، وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة غليلة بإمارة رأس الخيمة. يرافق الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي عن خالص تعازيه إلى أسرة وذوي الفقيدة، سائلا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته. بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة برقية تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وأعرب سموه في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لصاحب السمو أمير دولة قطر ولشعبه الشقيق دوام التقدم والازدهار. ترأس سمو الشيخ الزعيم بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان الاجتماع الثالث من عام 2016 لمجلس إدارة الهيئة، والذي عقد في مكتب سموه في ديوان ولي العهد. اطلع مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان على قائمة من المستجدات الداخلية الخاصة بهيئة أبو ظبي للإسكان، واستعرض المجلس موجز إجراءات البدء في تنفيذ المراسيم الخاصة بالمنافع السكنية للمستحقين، والتي صدرت يوم الثاني من شهر ديسمبر من العام الجاري. من ناحية أخرى، أقر سمو الشيخ الزعيم بن زايد آل نهيان الكشف الخاص بحالات الإعفاءات من سداد القرض بسبب الوفاة، بلغ عددها 13 حالة بقيمة بلغت نحو 8 ملايين درهم، وذلك وفقا لمعايير الإعفاءات من سداد الدفعات المتبقية في الهيئة. كما وطلع سموه من المدير العام لهيئة أبو ظبي للإسكان على الاتفاقية التي أبرمت مع شركتي خدمة ومنازل لتوفير باقات الصيانة الوقائية للمساكن الحكومية في كل من مشاريع الفلاح وجبل حفيت عين الفايضة ووطني وحي الورد كمرحلة أولى، والباقات التي تم تسويقها في معرض قروض للإسكان أو قروض الإسكان. من ناحية أخرى، أيضا بحث مجلس إدارة هيئة أبو ظبي للإسكان نظام الأعمال الأساسي الإلكتروني ملف الإسكان الموحد، وذلك لتعزيز عملية الربط مع الجهات الحكومية خارج العاصمة أبو ظبي، وتابع تقدم سير العمل في المشاريع الرأسمالية الإسكانية القائمة. عرض المجلس على سمو الشيخ الزعيم بن زايد آل نهيان مقترح بيان إمكانية تقبل المخاطر لهيئة أبو ظبي للإسكان وأنشطة لجنة التدقيق في إدارة التدقيق الداخلية. ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر الوزارة اليوم الاجتماع الثاني لمجلس السعادة والإيجابية لوزارة الداخلية لعام 2016. ناقش الاجتماع مجموعة من المبادرات الشروطية والمؤشرات الاستراتيجية ذات الصلة بتطوير العمل الشرطي والأمني،
بما يعزز الجهود لتقديم أفضل الخدمات التي ترتكز على توفير بيئة متكاملة للسعادة والإيجابية للموظفين والمتعاملين على حد سواء، ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة. كما واستعرض المجلس عددا من الموضوعات من بينها آليات وتقنيات الحد من الجرائم وحماية أمن المجتمع وسلامته ومعايير عمل شركات الأمن الخاصة ونظام وآلية تولي المناصب القيادية بالوزارة. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط وزارة الداخلية. انطلقت صباح اليوم في العاصمة أبوظبي فعالية الملتقى السنوي الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة أو المجتمعات المسلمة تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبرئاسة فضيلة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المنتدى رئيس لجنته العلمية. الزميل أيمن مصبح والتفاصيل. تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى الثالث لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة تحت شعار الدولة الوطنية في الفكر الإسلامي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي الشيخ عبد الله بن بي رئيس المنتدى رئيس لجنته العلمية. نحن الآن أمتنا كما قال الشيخ مسبقة أمتنا مريضة ولازم نبحث عن العلاج. الآن الاحتراب والاهتراب في كل مكان، ونحن نعاني وشعوبنا تعاني كثيرا يعني في أماكن شتى، فنحن نريد أن ننشر ثقافة السلام. الآن هناك طائفة تنشر ثقافة الحروب، كأن الحلول لمشاكلنا في الحروب، وهذا عكس، الحروب تدمره، نحن نريد أن نعمره، لا نريد التدمير، نريد التعمير. يشارك في أعمال المنتدى الذي يستمر يومين في فندق جميرة أبراج الاتحاد في أبوظبي 400 شخصية من العلماء والمفكرين والباحثين العرب والمسلمين على مستوى العالم، ويأتي انطلاق الملتقى الثالث للمنتدى انسجاما مع القيم العليا في الإسلام والمثل الإنسانية السامية ودورها الأصيل في ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والحوار. الحمد لله رأينا أن المنتدى لديه دور عظيم جدا بالنسبة لجمع العلماء والعقول الإسلامية بكل أنحاء العالم لكي يناقشوا موضوع مهم جدا في عالمنا الآن، هو السلم والسلام وإيجاد الحلول للحروب والنزاعات، سواء نزاعات ما بين معتنق الأديان المختلفة، أيضا الحروب السياسية التي لديها يعني مطالب سياسية أو اجتماعية أخرى. ويحرص العلماء والمفكرون المشاركون في الملتقى على إيجاد المخرجات السليمة لدرء المخاطر المحدقة بالأمة الإسلامية وانعكاسات هذه المخاطر على مناطق مختلفة من العالم، إلى جانب السعي الحثيث لإيجاد تيار سلام قوي في المجتمعات المسلمة يناهض تيار العنف والغلو والتطرف. نحن سعيدون جدا بأن تكون دولة الإمارات استطاعت أن ترسم الصورة الحسنة باستقرارها في ظل ما يموج به العالم من تخبطات وعصف من عدم استقرار المجتمعات. الذي ينظر إلى هذا النموذج في خضم هذه الصراعات قد يستغرب، ولكن نستطيع أن نفند ذلك بأن نقول أن دولة الإمارات رسمت رؤيتها الحضارية من خلال الثبات على القيم والأسس، وأهم القيم التي يرسم عليها الحضارة هو العدل والمساواة، لأن بالعدل يتحقق الطمأنينة، وعندما تتحقق الطمأنينة والأمن تستطيع أن تبني حضارة تنموية شاملة. ويعد الملتقى الثالث فرصة جديدة لتبادل الرأي بين العلماء والمفكرين والباحثين والخبراء والشباب، وتقديم رؤى وبدائل ومشاريع تسهم في تأصيل ثقافة السلم في الأوساط العلمية والمؤسسات البحثية وتعميمها كقيم وسلوك على المجتمعات المسلمة. السلم والسلام رسالة الإسلام في هذه المجتمعات التي جاءت اليوم في العاصمة أبوظبي لتجتمع في منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. من مقر المنتدى أيمن مصبح، قناة الظفرة. نتابع مؤشرات السوق المحلية اليوم.
كما وإليكم درجة الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله.